جزاكم الله خيرا. تقول السائلة مها من القصيم فضيلة الشيخ: هل الفتاة التي لم تتزوج في الدنيا هل يكون لها زوج في الآخرة إذا كانت صالحة؟ كل مسلمة التي لها زوج والتي ليس لها زوج، كل مسلمة إذا دخلت الجنة فإنها تزوج في الجنة، يكون لها زوج في الجنة. نعم.